السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كورس الديابيتس ميلايتس السكري، وده واحد من الانتجريتد كورسز. يعني انا من اقول انتجريتد معناتها في تداخل بين تخصصات مختلفة او علوم مختلفة. يعني من لما تيجي تتكلم عن السكري هتكلم عن الوظائف الطبيعية، وده يعتبر فيسيولوجي او علم وظائف الاعضاء. هتكلم شوية كده عن البايو كيمستري او العلم الكيمياء الحيويه، وبعد ذاك الفارماكولوجي والادويه اللي بتشتغل على السكري. فانا هعمل انتجريشن بين الثلاثه حاجات دي ان شاء الله، وباذن الله هيكون كورس مفيد جدا لكل واحد فيكم باذن الله. اوكي، طيب الحاجات الاساسيه في الفيديو ده هنشوفها، اللي هي اول حاجه هعرفكم عن نفسي. انا طارق عمر احمد البشير، تخرجت من جامعه ام درمان الاسلاميه كليه الصيدله سنه 2016. عملت الماجستير بتاع الكيمياء الحيويه في كليه الطب Department of Biochemistry 2021. وواحدة من الحاجات اللي أنا أصلا شغالة كشغل أساسي هي الكورسات. أنا أسست مجموعة من الكورسات أو سلسلة من الكورسات المختلفة، والسلسلة دي هي بتلقاها كلها تحت مسمى طارق عمر Educational، وهي كلها متعلقة بالمجال الطبي. يعني عندي مواد معينة بركز عليها في الشرح في الكورسات، زي الاميونولوجي، زي الفارماكولوجي، زي البايوكيمستري، ودي كلها مواد انا كنت بستمتع بيها وبحبها جدا من فتره الجامعه. فبقى شغلي الاساسي هو الاونلاين كورسز، وحتى الان اشتغلت مع الحمد لله مع مجموعات كثيره، توفقت في مجموعات كثيره اشتغلتها. يمكن الكورسات العاديه زي الكورس ده وصلنا قريب ال 50 او 52 مجموعه الحمد لله عملتهم. والكورسات الثانية اللي هي الخاصة اللي هي بنسميها البرايفت كورسز برضو وصلت فيها 15 أو 16 حاجة زي دي، جزء منهم داخل السودان جزء منهم خارج السودان. فالحمد لله الأمور ماشية يعني. و الحاجة الأساسية اللي أنا بركز عليها إنه أنا أدي حاجة قيمة الزول يفهمها ويطبقها على حياته، ويطبقها على الحياة اللي بيشتغلها يعني في الفيلد بتاعه، سواء كان مختبرات طب، صيدلة، أسنان، تمريض، كل المجالات الطبية المختلفة ممكن يستفيدوا من الكلام ده. أوكي، بعد ده يزول في تخصصه طبعا، بحيث إنه في حاجة هو محتاجة أكتر، فممكن في أي وقت تزعلوني أنا ما عندي مشكلة إنه أجاوب يعني. طيب فيما يخص الكورس بتاعنا اللي هو بتاع الديابيتس ميلايتس، طبعا السكري واحد من الأمراض المنتشرة جدا جدا بالذات في الآونة الأخيرة، لأنه اللايف ستايل، نمط حياة الناس اتغير، وزادت كثير من الأمراض، اختفت كثير من الأمراض. واحد من الأمراض الماشي في زيادة هو مرض السكري يعني للأسف. فعشان كده نحن لازم نفهم المرض ده بيحصل كيف من البداية، بيحصل كيف بعد ذاك نشوف كيف ممكن يعني نتلافى التغيرات اللي ممكن تحصل دي، وأخيرا نشوف بعض الأدوية، لأنه مرات بتضطر تاخذ أدوية للسكري، مرات بتعالج من غير أدوية بالمناسبة. كويس، وواحدة من الحاجات اللي بشوفها برضو اللي هي حاجات تقنية، يعني السكر ده انت لما تقيسه، زول صايم لقيت السكر 120 ملي جرام بير دي سيلتر، ده سكر كويس ولا كعب، كتير ولا بسيط، يعني عنده هايبر جلايسيميا، ارتفاع في الجلوكوز، ولا هايبو جلايسيميا، دي كلها بنشوفها بتفاصيل ان شاء الله. طيب واحدة من الحاجات اللي بنشوفها اللايف ستايل، يعني انت الزول اللي عنده سكر اذا افترض ياكل شنو، ما ياكل شنو، ليه في حاجات معينة ممكن تزيد الخطورة بتاعت السكري، في حاجات تانية ممكن تنقصها، في حاجات حتى الإصابة بتزيد نسب الإصابة بالسكري، وفي حاجات بتقللها. فدي كلها إن شاء الله هنناقشها في الكورس. فبالإضافة للأدوية طبعا، أدوية لأنه طبعا ده الخط الأخير اللي أنت بتلجأ له. الأدوية هنشوفها بصورة ملخصة، بعد ذاك لو في زول يحتاج تلخيص أو إضافة لمعلومات أكتر في حتة معينة طوالي، زي ما قلت المجموعة مفتوحة للأسئلة والإضافات. طيب بالنسبة لترتيب المعلومات اللي حنمشي بيه إن شاء الله هو هيكون كالتالي. بنهاية الكورس إن شاء الله هنكون مرينا على كيف بيشتغل الإنسولين، how insulin works. أوكي، كيف بيشتغل الإنسولين، ولما يختفي الإنسولين ده بتظهر لك أمراض اللي هو الديابيتس طبعا، بعد ذاك حسب نوع السكري هل الإنسولين ده شغال يعني بنسبة بسيطة ولا ما في نهاية في الجسم، ده بيوريك أنواع مختلفة من السكري. سو هنشوف الفروقات ما بين سكري النوع الأول
ومرض السكري النوع الثاني تايب 1 اند تايب 2 دايابيتس. هنشوف الكومبليكيشنز، مهمة جدا الكومبليكيشنز اللي هي شنو؟ اللي هي تداعيات المرض، او اللي بنسميها بالعربي الكومبليكيشنز اللي هي مضاعفات، مضاعفات المرض. كويس، السكري عنده مضاعفات زي شنو؟ زي طشاش العيون، ما عارف، عدم الاحساس بالاطراف، وبالتالي الزول الجروح ما بحس بيها، وبالتالي ممكن تلتهب، بيكون في بطء في الالتئام بتاع الجروح and so on. فكيف نحن نقدر نقلل الكومبليكيشنز؟ اذا عرفنا شنو الحاجات اللي بتزيد الكومبليكيشنز، اذا عملنا لها كنترول، بالتالي بنقلل الكومبليكيشنز. دي واحده من الاهداف الاساسيه اللي انا عملت الكورس ده عشانها. اوكي، طيب هنشوف الادويه as I said، هنشوف اللايف ستايل. طيب الفكره في البلان بتاعتنا، الخطه بتاعتنا هتكون واضحه ان شاء الله، ما فيها حاجه. انا برسل فيديوهات، نتفق مثلا كل يومين ارسل فيديوهين ورا بعض، تحضروهم وطوالي زي الرساله اللي قدامكم دي، انت ممكن تعمل كومنت، يعني تحت هنا هتلقى ليف كومنت، اول ما تدوس فيها ممكن تكتب الكومنتس. الحاجه دي هنستفيد منها في شنو؟ هنستفيد منها في انه اي فيديو هيكون عنده الكومنتس قاعده معاه، يعني اي فيديو نزل، اي رساله رسلتها، اي بي دي اف، اي صوره رسلتها وبديت اناقشكم فيها، اول ما تعمل كومنت فيها الكومنتس ما هتكون جاهزه مع بعض، هتكون محصوره فقط في الرساله المحدده او في الفيديو المحدد، وده بيرتب لنا الكلام، ما زي الواتساب يعني. اوكي، دي واحده من ميزات التليجرام الكثيره جدا اللي هنستفيد منها ان شاء الله في هذا الكورس. طيب في بعض النصائح ممكن نقولها سريع كده، نمره واحد عشان تفهم امشي بالترتيب، يعني افهم الانسولين ده بيشتغل كيف عشان تفهم انه السكري ده بيحصل فيه شنو بالضبط بعدين. ما لو عرفت انه الانسولين ده بيعمل 1 2 3، معناها لما يختفي هتظهر 1 2 3، وبالتالي مفروض تجي ادويه او لايف ستايل موديفيكيشن يعالج لنا ال 1 2 3 دي and so on. Don't be shy to ask، ما تكون خجلان عشان تسال. اسال، شوفوا اكتر حاجة انت ممكن تتعلم بيها سريع انك تناقش المعلومة مع زول تاني، فاسألوا، اعملوا كومنتس، والكومنتس بالنسبة لكم يعني مهمة، وبالنسبة لي انا اهم، your comments are very valuable، مهمة جدا بالنسبة لي، لانه بتوريني انتم محتاجين شنو زيادة حسب تخصصك، حسب الهدف اللي انت خاش الكورس عشانه. دي كلها بالنسبة لي مهمة، فان شاء الله نستمتع بالكورس، وان شاء الله نستفيد جدا منه. I hope that، وشدوا حالكم معايا، احضروا فيديوهات اول باول، كومنت، اد، اسك، يعني لو في حاجه ما وضحت لك او محتاج عنها معلومات زياده، وان شاء الله انا بقدم الحاجه اللي انا بقدر عليها باذن الله. اوكي، ما تنسوا تفولو اس في الجروبات المختلفه بتاعتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ولحد الفيديو الجاي ان شاء الله اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.